تشدني جدا ملامح الأشخاص، وجوههم من خلال الوجه كتير بعرف قصة الشخص، سواء المعاناة اللي مر فيها، إذا كان بمر بوقت سعيد من خلال عينيه. فالوجوه هي حكاية الأشخاص. أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة حديثنا عن الفن البصري الواقعي. ربما نتطرق إلى سؤال يحيلنا إلى جواب، أو سؤال يحيلنا إلى سؤال آخر، أو سؤال يظل معلقا بين البداية والنهاية. مع الفنان آدم شحادة، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. الفنان آدم، الفن البصري الواقعي الذي يتمثل بين أيدينا اليوم يمثل في ثناياه المدرسة الواقعية، حدثنا عنها أكثر. المدرسة الواقعية هي عبارة عن تجسيد أو رسم الشخصية أو تكوينها من مجسم أو من لوحة زيتية أو مكونة من الألوان بطريقة واقعية جدا تضاهي الصور الفوتوغرافية، حتى ممكن تتفوق على الصور الفوتوغرافية، لأنه من خلالها الفنان بيأسر تفاصيل صغيرة في الأشخاص أو الوجوه أو المشاهد اللي المراد رسمها. كمان هي ظهرت ليس قديما كتير، هي ظهرت مع ظهور الكاميرا عالية الجودة. قديما كانوا يستخدموا الرسم الواقعي لما كانوا يطلبوا من الموديل أو من الشخصية إنها تجلس لساعات طويلة أمام الفنان ليرسم ويرسم ملامح هذا الشخص، ولكن اليوم صرنا نستخدم صور عالية الجودة كمرجع لنا تظهر كل التفاصيل الخاصة بالشخص. نعم. الذي تود أن تقوم برسمه. نعم، ولكن هنا الفنان بيضيف لمسته الخاصة وإحساسه. أكيد. بنعكس من خلال قصة هذا الشخص أو ترجمة لمشاعره على اللوحة على الورق. كمان ممكن يبرز شخص أو تفاصيل مش موجودة بالصورة الفوتوغرافية، أو يظهر اللون من وجهة نظره هو، سواء بيكون داكن أكثر أو يفتحه في مناطق معينة. نعم. طيب الفنان. نعم. آدم، هناك لوحة قمت برسمها خاصة بمذبحة الشجاعية لطفل قام طبعا الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على صدره، ما قصة هذه الصورة؟ لوحة الشجاعية سميتها أنا الشجاعية 2014 لأنها بتحكي عن مذبحة الشجاعية. حبيت تكون واحدة من الكوليكشن أو لوحة من الكوليكشن تبعي، عشان تكون جزء من تاريخنا، جزء من خلالها الناس تعرف قديش العالم في المنطقة هاي عانى والمعاناة اللي مروا فيها. الطفل هو من عائلة سعد من الشجاعية، قصته فعلا مؤثرة، أثرت فيها بشكل كبير، حتى أني قررت أرسم عنها ما سنت الحرب تخلص، قررت أبدأها خلال الحرب لما شفت الوجع والآلام والجروح اللي بوجهه وبصدره. اتخيلت المعاناة والخوف اللي مر فيه هذا الطفل. فكان واجب علي إنه أجعلها جزء من عملي اللي العالم كله يشوفه. الطفل هذا من عائلة سعد، شفت اللوحة على الإنترنت صراحة من مصور التقطها مميز جدا اسمه محمد الحجار. طلبت اللوحة منه لما شفتها وتأثرت فيها فعلا. بدأتها، قضيت فيها صراحة أكثر من 130 ساعة عمل. كانت كل ساعة عمل أحس
بواجع هذا الطفل، أحس بقصته. كانت رحلة كتير يعني حساسة بالنسبة إلي، كتير عاطفية، كنت أحس فعلا بأوجاعه. نعم، مع كل خط. نعم. فأنا صراحة لما أنهيت اللوحة كان في لها صدى إعلامي كبير، انتشرت اللوحة وحققت هدفي اللي كنت أسعى له، إنه العالم تشوف هذا الطفل، تتعرف على الشجاعية، على المنطقة، حتى العالم اللي برا اللي ما سمع بهاي المنطقة واللي ما وعي عن الحرب، لما شاف لوحتي اتأثر جدا، صار يسألني عن مين هذا الشخص، عن التجربة اللي عاشها، ليش في جروح عنده، ليش في ايش القصة وين اهله. فانا كنت واجب علي ان اروي القصة كما هي بدون تجميل، بالاحساس اللي انا كنت احسه خلال رسم هاي اللوحة. آدم، المدرسة الواقعية تقول أنه يجب عليك أن تفصل بين الذات وبين الموضوعية، كيف لك أن تفصل وأنت تعيش بذاتك هذه المواضيع الصعبة، هذا الواقع الصعب؟ بالنسبة لوضعنا بقطاع غزة أو فلسطين بشكل عام، وضعنا مختلف، وضعنا إنساني، فأنا صراحة ما بستطيع أفصل نفسي عن مجتمعي، أكيد صعب. عن القصة اللي أنا بمر فيها، لأن أنا واحد وجزء من الموضوع اللي أنا بحاول أوصله للعالم، وهو موضوع القيم الإنسانية اللي بيفتقدها شعبنا وأطفال شعبنا وكباره، مثل العدالة والمساواة والحرية. فأنا صراحة ما بستطيع أفصل نفسي عن الواقع اللي أنا بعيش فيه واللي بعيشوا فيه كل أبناء بلدي ومجتمعي، لذلك كان واجب علي أني أرسم معاناتنا وقصتنا بسلبياتها وبإيجابياتها، بمعاناتها وبفرحها. أنا بتربطني علاقة في جمالية الشكل اللي أنا برسمه، مثلا في العيون، دائما ما بحب أرسم العيون السوداء اللي الرموش فيها واضحة جدا، كمان نظراته للشخص اللي أنا برسمه، بحب كمان أبين الانعكاس اللي في العين، كمان بعبر عن سواء الشخصية هاي تنظر نظرة تحدي، نظرة خوف، أو نظرة حب أو ابتسامة. ماذا عن المعارض التي قمت بها؟ أنا بداية عملي على المدرسة الواقعية بدأ نجمي يسطع من 2014، لما تميزت برسم التفاصيل والفنانين ومجتمعنا هنا شافوا شغلي وأعجبهم، فبدأت أنا أشارك في معارض جماعية مع فنانين نظراء لإلي. شاركت في عدة معارض، كان المعرض الأول ب 2015. نعم. حاليا أو مؤخرا أنا أنهيت أول معرض فردي لإلي، واللي كان مقام في المعهد الثقافي الفرنسي. نعم، هذا إنجاز أكيد لك. نعم أكيد، استغرق عمل كبير ومتواصل وتعب أشهر، كل لوحة بتستغرق مني 100 ساعة بالمتوسط. فهو جهد كبير صراحة، يعني جهد كبير بدني ونفسي، لأنه الظروف اللي بنمر فيها إحنا كمان مش ظروف طبيعية، والأمور مش وردية بالنسبة لنا كفنانين في قطاع غزة، فالعامل النفسي بيلعب دور كبير، بس كان واجب علي أني أكمل مشواري ومسيرتي اللي بدأتها ب 2014، واللي بتحكي عن قصة شعبنا من منظور القيم الإنسانية العالمية. الفنانة
البريطاني كلفن أوكافور هو ملهمك الفنان آدم، ليش تحديدا هذا الفنان؟ كلفن أوكافور قصتي معه بدأت في 2013 لما قررت أنا أدخل المجال الواقعي. كنت أبحث عن ملهمين صراحة لإلي، كأي شخص بدي يدخل مجال معين بده قدوة لإله، صحيح، بدور على قدوة ناجح في مجاله، قوي في مجاله عشان ياخده قدوة ويكون محفز لإله. فصادفت أنا شخص صراحة صديق إلي من الضفة، حكالي عنه وبعت لي رابط لصفحته. أنا صراحة لما فتحت صفحته وشفت لوحاته أذهلت، يعني من قوة أعماله، من موهبته القوية، من قدرته على ترجمة البورتريهات اللي بيشوفها من الواقع لرسومات واقعية جدا حتى أدق بكتير من الكاميرا، والكاميرا ما بتستطيع تاخد التفاصيل هاي. كمان شدتني قصته، هو من أصل نيجيري، كمان مروا بمعاناة الأفارقة، وكلنا عارفين قديش إحنا بنشبه معاناتهم. آدم، يقولون دائما أن الحرفي يعمل بيديه والمهني يعمل بعقله، أما الرسام أو الفنان بشكل عام يعمل بقلبه وعقله ويديه، كيف ذلك؟ نعم، أنا أتفق كثير مع المقولة هاي، وصراحة أنا بمر بهاي التجربة بشكل متواصل مع كل لوحة أنا ببدأها. ما بتكون فقط إيدي اللي بتشتغل، ولكن عقلي وقلبي وإحساسي كلهم بيكونوا يعني بشكل كامل ومتواصل مع بعض، بيكونوا بشتغل فيهم لأنتج لوحة بتحكي قصة، والقصة هاي ضروري أربط نفسي فيها، ضروري أعيشها. ربما لأنك تقوم بمعرفة قصة الشخص الذي تود أن تقوم برسمه قبل أن ترسم الصورة. نعم، مهم جدا، مهم جدا إني أعرف قصته، لأنه عملية اختيار الصورة أصعب جدا، أصعب بكتير أنا بعتبرها من عملية رسم الصورة. الصورة الخاصة بك التي قمت برسمها، المسن الذي يضع الكوفية على كتفيه، لو تحدثنا أكثر عن قصتها. هذا الشخص اللي في صورتي، اللي في رسمتي واللي في لوحتي الفنية، هذا بيكون جدي، بيكون لاجئ من بلدة فلسطينية اسمها هربيا، حاليا بسموها بالعبري زكيم، أطلقوا عليها مسمى، ولكن هي بتضلها بلدة أصيلة من بلدنا. نعم. في هاي اللوحة أنا صراحة الجانب التقني فيها كان صعب ومعقد جدا، لكونها تحتوي على كتير من العناصر الفنية مثل الشعر الأبيض اللي صعب جدا على الرسام يأسرها، ولكن بالصبر والعمل المتواصل أنا تمكنت من إنهائها. القصة نفسها بتحكي عن، أو قصة جدي بتحكي عن معاناته اللي مر فيها خلال التهجير في 48 من بلدته هربيا، لما كانوا يشوفوا اللاجئين من الشمال كانوا يتدفقوا على بلدة، يمروا من هربيا هربا من المذابح ومن مذبحة دير ياسين اللي صارت، فكان الوضع مأساوي جدا، وكان لازم يطلعوا من البلد لأنه كانت القوة فعلا كبيرة اللي كانت العصابات الصهيونية تستخدمها ضد الفلسطينيين العزل. مروا بمعاناة كبيرة في الهجرة، كانوا مضطرين إنهم يشيلوا الخيمة تبعتهم أكثر من 11 مرة من مكان لمكان، لما يجي صاحب الأرض بعدين يحكي لهم إنه هذه أرضي، يطلعوا من مكان عبل ما استقروا في قطاع غزة في الشاطئ. فكانت قصته كتير مؤثرة، وكمان هو كان معلم فاضل ومربي أجيال، كان مفتش اللغة الإنجليزية في غزة، جميل، في مدارس الأنوروا اللي بترعى اللاجئين، واللي هو واحد منهم من اللاجئين، فخدم كتير شعبه وربى أجيال، وكان يحكي لنا قصص كتير مؤثرة، وأنا صراحة واحد من اللي تأثرت جدا بقصته.
نعم. طيب آدم، يعني هذه التجاعيد الموجودة في هذه الرسمة تحديدا تختصر كل الوجع الفلسطيني ربما أكيد، ووجع كل الشعب الفلسطيني، كل المهجرين الذين هاجروا والذين هجروا من أراضيهم والذين أيضا يعني خرجوا بعد نكبة 48. آدم، الأديب المصري أحمد توفيق يقول في حياة كل إنسان لحظة لا تعود بعدها الحياة كما كانت. هذه اللحظة أكيد موجودة كمان في حياة الفنان آدم. نعم، هي كانت نقطة تحول لإلي ونقطة تحديد مسار. كانت بعتبر اللحظة اللي أنا صراحة حددت فيها مساري، لما أدركت في 2014. صار في قبلها مواقف صارت معنا، كوني أني أنا ساكن في منطقة محاذية للحدود الشرقية لمدينة غزة. من وأنا طفل مرينا في وضع صعب جدا، كانت الاجتياحات بشكل متواصل للمنطقة. يوم الأيام صراحة إحنا كنا جالسين في الدار، سمعنا إنه في اجتياح، في طخ كبير كتير وبشكل متواصل، فنزلنا إحنا نتخبى في البيت اللي تحت في الطابق الأرضي اللي كان عبارة عن روضة أطفال. ففجأة وإحنا يعني كنا عائلتنا كاملة وصغار، حسينا إنه ننخنق من غبرة، كانت في غبار كتير في البيت، فأدركنا إنه اليهود بهدوا علينا البيت. كانت الحيطان الخاص فيك. نعم صحيح، كان في الطابق الأرضي كان عبارة عن روضة، فكانوا يهدوا الحائط الأمامي من كل البيت، وحتى كانوا بقصوا العمدان علينا. فكان موقف كتير سيء، كنا بدنا يعني انخنقنا طبعا، والبيت بهيل علينا، فنزلوا تقريبا مجموعة كبيرة من الجنود. هذه القصة بتضلها في ذاكرتي، كمان لعبت دور كبير بتشكيل كينونتي وبتشكيل هويتي وبتشكيل مساري. ربما لعبت أيضا الدور الأكبر في انعكاس هذا الوجع على هذه اللوحات الخاصة بك. نعم صحيح، كانت ترجمة لتجربتي والمعاناة اللي مرينا فيها. هاي اللوحات كلها ترجمة لإحساسي ولكل التجارب اللي مرينا فيها. فحددت مساري بحرب 2014، لما أنا قررت أنه أرسم أو أستخدم الفن الواقعي اللي انتشر وصار هويتي. يعني آدم، لهون بنكون وصلنا لختام برنامجنا لليوم، وبنحب نوجه لإلك أكيد كل التحية، الفنان الواقعي آدم شحاد. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، أنا شاكر جدا لزيارتكم، للقاء الرائع والأسئلة الرائعة انطرحت، وسعيد جدا بهذا البرنامج. ومشاهدينا الكرام، نود أن نوجه لكم أيضا كل التحية والشكر. دمتم بخير، إلى اللقاء.